كل يوم في المواعيد دي كده بحتار اتغدى شنو. اقترح عليا يا جماعه شكله اكل هندي. عندي لكم المكان المناسب. يلا سرواسش ميسيان معناها واحد من احسن المطاعم الهنديه الموجوده هنا في الدور. اسمه كومار بوت. نبدا بشويه مقبلات كده. سبرينج رولز جبنه ودجاج. طعم الجبنه واضح، طعم الدجاج واضح، القرمشه سمبوسه جبنه انواع مختلفه. طبعا انتم عارفين عزام الجبنه. قمار بوت ميكس جريل، ثلاث تتبيلات مختلفة، شوف الفن، الألوان بتاعت علم الهند. سوادشت. سبانتاست. بنجابي سمبوسة. الحشوة جوا، أنت بتدوق فيها ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة مكونات مع بعض. استحالة نتكلم عن الانديان فود ولا على الاكل الهندي من غير ما يجرب الباني بودي. ده منت صوص، تامرين صوص، طبعا ده زي ما قلت لكم البرياني بالروبيان. فتقوم انت تعمل شنو مثلا كده، تمسك البرياني بالروبيان كده، البرياني ذاته، البهارات، التوابل، يا الليمون، برياني الروبيان. حسي وانت بتتفرج، امسك تلفونك كريف اب دين كومار بوت برياني الروبيان، اطلب حسي. كاس العالم للمأكولات الهندية بتر تشيكن. يا جماعة كومار بوت البتر تشيكن حقهم المفروض يخشوا مسابقات عالمية ودولية محلية وناشونالية انترناشونالية، وانا خلاص ما قدرت اقول اي حاجة. خلينا ناكل. لذيذ. الواحد لازم يختمها بشنو؟ جلاب جامبو ميتاهي. واخيرا وليس اخرا، طبعا ما حذكركم بالعروض والمسابقات الشهريه الموجوده في كريف اب. بكل بساطه اطلب، وكل ما تطلب اكثر فرصتك في الفوز هتكسب. اشوفكم الاسبوع الجاي.